أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك نستنصر فانصرنا، إليك نلجأ فلا تطردنا، عليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك، وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. عباد الله، سنتحدث عن مقدمة وموضوع. أما المقدمة في إطار محاربة الأمية، وإحنا في بداية السنة الدراسية، كاين الناس اللي هما ساكنين في هذا النواحي وبعيد عليهم الجامع الكبير، فراه غادي يبدا محاربة الأمية في هذا المسجد هذا. اللي بغى باش يتسجل، لا من الذكور ولا من الإناث، يتوجه للنظارة باش يسجل الاسم ديالو، باش غادي يخرج من عار ديال الجهل ويدخل في العلم، لأن الإسلام أمر بالعلم، وأول ما نزل من القرآن هو اقرأ. وأن تكون هذه القراءة الإشارة، ماشي باش غادي يشدوا المنظار، ماشي باش غادي يمشيوا يتباهوا مع الناس، وإنما تكون القراءة بسم الله. ونظرا الضلال ديال الكثير من الدول الإسلامية، حيت مشاو قراوا بغير اسم الله، قراوا من أجل الوظيف، قراوا من أجل الدنيا، قراوا من أجل التباهي. ها النتيجة، تنصبوا الناس عندهم إجازات، عندهم شواهد، ولكنهم ما نفعتهم حتى شي حاجة. فلو قرأوا بسم الله لسادوا الشرق والغرب ولكانوا سادة العالم. فلهذا الناس اللي بغى باش غادي يحارب الأمية، يحاربها على أساس باش غادي تقرب بالقراية ديال الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تشوفوا في الموضوع أنه جرت العادة ديال المغاربة اللي تيقتلوا بالخارج، الزيارة ديالهم للعائلات ديالهم بالمغرب في الصيف، وتيجلسوا هذيك المدة ديال العطلة كلها هما والأبناء ديالهم في وسط العائلة ديالهم، وتيحاولوا باش يحيوا الرحيم. ثم في هذيك المدة ديال العطلة تتوقع وقائع ليهم والغير منهم من الناس في المجتمع ديالنا، وتتبقى هذه الوقائع عند الغافلين الجاحدين واحد الألغاز لا حلول لها، وتتبقى واحد العلامة ديال الاستفهام لا جواب لها، وتتكون عند المؤمنين أصحاب البصائر الحية تتكون واحد الحكام ربانية، الاعتبار تظهر من الخيال ديالها العظمة ديال الله عز وجل في الخلق دياله. من هذه الوقائع اللي غادي نسوقوا لكم في هذه الجمعة من خلال ذكر ديالنا ديال أسماء الله الحسنى، وحنا غادي نتكلموا على الاسم 91، وما غادي يبقى لنا باش ننتهيوا من أسماء الله الحسنى من خلال الخطاب إلا 8 ديال الأسماء. حنا مع اسم الجلالة الضار جل جلاله، غادي نسوقوا لكم واحد المثال محسوس من ملايين الأمثلة اللي تتوقع في المجتمع، وكيفاش
هذاك اللي فيها اسماء الله الحسنى فيحل لها وتنظر لها، وكيفاش هذاك اللي غافل على اسماء الله الحسنى كيفاش سينظر لهذه الحياه الدنيا. هذا مثال من ملايين الامثله اللي تتوقع في الكون وتظهر من خلالها العظمه ديال الله عز وجل والقدره ديالو والحكمه ديالو واللطف ديالو والاسماء الحسنى ديالو والصفات العليا. هذا واحد الرجل من الناس اللي ساكنين في الخارج مع الزوجه ديالو الابناء ديالو دخلوا للمغرب وصلوا الرحيم ديالهم وتعرفوا الولاد ديالهم على هذوك اللي تولدوا بالخارج ما تعرفوا لا عربيه ولا دارجه ولا شي حاجه ديال جدودهم ولا حتى شي حاجه، جاوا باش غادي يشوفوا جدودهم من جهه ديال باهم ومن جهه ديال امهم وشوفوا عمامهم وشوفوا خوالهم. واثناء التجول ديال هاد العائله بالسياره في وسط المغرب وقف الراجل ووقف السياره ديالو جانب الطريق وتوجه للمخلا باش يقضي الحاجه ديالو، خرج على برا وخلى المراه ديالو مع الاولاد ديالو الصغار اللي مازال ما بغى حتى شي واحد منهم الحلول خلاهم في السياره. فاذا بالراجل طال الغياب ديالو ونفد الصبر والتقاضى ديال المراه ديالو وخرجت من السياره باش غادي تقلب على راجلها ودخلت في وسط هذوك الحقول ودوك الفدادن، فاذا بها تتفاجئ بالراجل ديالها مليح على الارض لا يحرك ساكنا حيت اقتربات منه وبدات تتعيط ليه بالسميه ديالو لا حياه لمن تنادي، بدات تتحركو ما تيتحركش. فاذا به هي كذلك حدث لها ما حدث لزوجها وطاحت بجانبه وخرجت الروح ديالهم بجوج. فخيم الظلام على المكان والاطفال الصغار في السياره تيبكيو الغياب ديال باهم وديال امهم وما تيعيطو باهم امهم والظلام طاح عليهم في بلاصه في الخلاء ولا احد يجيب. فاذا به بقاو على الحاله ديالهم مده من الزمان حتى قيد الله سبحانه وتعالى لهم هذاك اللي غادي ينقذهم مما هم فيه من ورطة. وحيث بداو تيقلبوا ما يمكنش يكونوا هاد الوليدات هما في الطوموبيله فين باهم وفين مهم، هذوك الناس اللي وقفوا مشاو دخلوا في وسط الفدادن وبداو تيقلبوا وجدوهم في وسط الحقول وقد لحقت روحهما ببارئهما من القتل ديالهم. شكون اللي قتلهم وكيفاش ماتوا؟ ماتوا ان واحد رفع قرصات الراجل وما يوجد حتى واحد اللي غادي ينقذو، وحيت مشات المراه ديالو باش غادي تشوفو حتى هي قصتها فمات الراجل وماتت المراه. شكون اللي غادي يتكفل بالاطفال الصغار؟ الا كانوا الاجداد اللي هما تيعيشوا في الشلوح في الباديه هما اللي غادي يتكلفوا بهؤلاء الاطفال اليتامى، كيفاش غادي يتم هذا التفاهم ما بيناتهم وما بين هاد الوليدات اللي ما تيعرفوا لا عربيه ولا دارجه ولا شرحه وانما تيعرفوا الفرنسيه فقط؟ شكون اللي غادي يتفاهم معاهم؟ ما جاب هؤلاء الاطفال اللي تحرموا الحلال ديال الام والعطف ديال الاب؟ عباد الله هذا مثال واحد تنسقه لكم وتلقى واحد اللغز تيحير هذاك اللي ما في قلبه ايمان وهذاك اللي ما عندوش يقين وتيجعل الدنيا في عينيه لا طعم لها ولا فائدة من ورائها. والأمثلة في هذا الكون عديدة كذلك من هذه الأمثلة. أشنو درب هذاك الطفل الصغير اللي تولد معوق ما تيقد ياكل بيديه ما تيقد يمشي على رجليه بل تيعيش طيلة الحياة ديالو في واحد التمارة وفي واحد المحنة، وكذلك العائلة ديالو مرتبيه تيعيشوا كذلك وغيره تصيبو متمتع بكامل الصحة والعافية. أشنو ذنب هذا الطفل هذا الصغير؟ أشنو ذنب كذلك هذاك الإنسان اللي تولد عمى وتحرم النعمة ديال النور ديال العينين؟ بل أشنو القيمة ديال هذه الدنيا هذه بلا عينين؟ أشنو الطعم ديال فصل الربيع عند هذاك الأعمى؟ أشنو الفائدة ديال الضوء عند هذاك الأعمى؟ أشنو الفائدة ديال هذا النقوش إما ديال الخشب وإما ديال القبس وإما ديال الفيروس وإما ديال الأثاث عند ذاك الأعمى؟ أشنو الفائدة ديال الألوان عند هذاك الأعمى؟ أشنو الفائدة ديال الجمال الصوري عند هذاك الأعمى اللي تتقد عند المرأة الخايبة والمرأة الزوينة؟ فإذا نظرنا عباد الله لهذه الدنيا هكا بهذه النظرة تنصيبو إلا ما كانش عندنا اليقين وعرفنا أسماء الله الحسنى تنقول الدنيا ما فيها قيمة وهاد الناس هادو محرومين من هاد الدنيا هادي. ويزدنا ونظرنا أوسع من هاد الشيء هذا ونشوف هادوك الأطفال الأبرياء من الإخوان ديالنا الفلسطينيين هادوك العزال اللي تيتقتلوا من قبل اليهود حفظة القردة والخنازير بالعشرات والمئات
وبنا تهزوا الاسلاح، بنا تميزوا حتى ما بين الشر والخير. اشنو الذنب ديالهم وما تحرموا من النعمه ديال الحياه، وخرجوا من الدنيا وما مازالين بحال الاغصان الخضراء. فهذه ايمان اللي تقتلات وما تجاوش العمر ديالها حتى بضعه اشهر، وهذا محمد الدره والكثير من هادو اللي مازال ما بلغوش الحلول وما جراش عليهم القلال، وخرجوا من الدنيا وما ذاقوش الحلاوه ديالها، ما تمتعوش بالخيرات ديالها. اشنو الذنب ديال هادو؟ اشنو الذنب ديال هذاك اللي تصب امراض معديه ساكة بحال السيده مثلا، مزنة نكمه، ما شرب الشراب، ما تعاطى المخدرات الا لانه كان مريض ومشى يتنقل ليه الدم وتنقل ليه من خلال الدم المرض ديال السيده. اشنو الذنب ديالو؟ وما ذنبو هذيك الشابه العروسه اللي تزوجات بهذاك الشاب وبغاو باش غادي يتمتعوا بالحلاوه ديال الزواج اللي حللوا الاسلام بعد ما يسلمهم الله عز وجل وحصلوا نفوسهم بالزواج الشرعي الحلال، فاذا بهم في الليله ديال الدخول وجدوا نفوسهم قد سحر وبقات المراه البنت في واحد العذاب وبقى الزوج في واحد الحرمان. اشنو الذنب ديال هذه العائله الفقيره اللي تتهدم الدار ديالها بهذيك اللي هي هشه نتيجه العواصف ديال الرياح؟ اشنو الذنب ديال هذيك العائله البريئه اللي هي تتموت كلها نتيجه ديال الفيضان؟ كل شيء هادشي احداث واضرار تتوقع لهذا الانسان وما تيوجدش لها جواب الا ان يقول فينا هو العدل في هذه الدنيا؟ فينا هي المساواه؟ هذه فتاه جميله ديال الوجه ديالها، وهذه فتاه قبيحه سوداء فاللولانيه الجميله عندها الحظ، هذيك القبيحه مدها فيها حظ، فغادي تقول فينا هو العدل؟ ان من الجاحدين عباد الله اللي تيقول وعلاش كذلك؟ حيت تشوفوا في الدنيا تنسبوا دوك الناس الضعيفين دوك الناس الطيبين هما اللي تيتصابوا بالانواع ديال الاذيات في المجتمع ديالنا، في حين ان هذوك الشريرين سالمين. ان مفتاح هذه الالغاز وهذه الرموز ما تتوجد الا في دين الاسلام، يجعل الله عز وجل جواب لكل لغز في هذه الحياه الدنيا. هذا الدين اللي تيعطينا الصفات الحقيقيه للخالق ديال هذا الكون وتيبين لنا الغايه الحقيقيه من هذه الحياه، ولهذا تعيش الانسان بسبب هذا الدين في واحد السعاده تامه. واخا يكون فاقد السمع السمع ديالو، واخا يكون فاقد البصر ديالو، واخا يكون مشلول ديال الجوارح ديالو، كل شيء هادشي تيكون سعيد الا كان متمسك بالدين الاسلامي، مصداقا لقوله تعالى في محكم كتابه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. ما بالش اللي عنده الصحه، ما بالش ربي اللي عنده الفلوس، ما بالش ربي اللي عنده الجمال، ما بالش ربي اللي عنده المنصب، قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. حياه طيبه واخا يكون مشلول، حياه طيبه واخا يكون عمى، حياه طيبه واخا يكون فقير، حياه طيبه واخا يكون كما كان في الامور المقاييس الدنيويه، فحياه طيبه ولنجزينهم واجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ومن الامثله في هذا المجال ان واحد الراجل زحاف ما تيمشيش على رجليه، ومشلول ما تيحركش يديه، وعمى فقد البصر ديالو، وطرش فقد السمع ديالو، وعمى كل شيء هذا حيت عمر الايمان القلب ديالو وشع النور ديال الايمان على الجوارح ديالو، بدا تيلهج اللسان ديالو بهاد الكلمات النيره اللي ما تيبكش المرمى ديالها الا اصحاب البصائر الحيه. ترى عباد الله اش يقول هذا الانسان هذا؟ تيقول بأعلى صوته هو جالس في الشارع وتيردد هذا الكلام: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى الله به الكثير من خلقه وفضلني على كثير ممن خلقت فضيلا. الحمد لله اللي عافاني من شحال من حاجه ابتلى بها الخلق ديال سيد ربي، وفضلني على الكثير من الخلق ديال سيد ربي فضيلا. وجا واحد من الغافلين، واحد من الجاحدين، واحد من الناسين اللاهين، تيستنكر على هذا وتيقول لي: الحمق، واش تعرف اش تقول؟ واش تعقل اش تفوه به؟ بماذا فضلت؟ باش فضلتي على غيرك؟
يحرموا الناس من نور. نور العينين ما عندكش، اللعبة ديال اليدين ما عندكش، النبى ديال الرجلين ما عندكش، الحلاوة ديال السمع ما عندكش. فانطق الجبال ديال الصبر، انطق هذا الراجل الحكيم بالجواب الفصيح الصحيح الذي يصحح به الافهام ويقلب الموازين. فقال: وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على تحمل البلاء صابرا. هل قال الصحيح؟ قال ليه اشنو عندي وما عندش مالي القصور، اشنو عندي وما عندش مالي المناصب، اشنو عندي وما عندش مالي الجمال، اشنو عندي وما عندش مالي الصحه. وهب لي لسانا ذاكرا، شحال وقت فيا النهار كله تيدوز عليه ولا يذكر الله عز وجل الا قليلا، بحال بحال المنافقين اللي قلت لهم سبحانه وتعالى لا يذكرون الله الا قليلا. معنى ما تذكرش ماشي ما تذكرش كاع، المنافقون تذكروا الله ولكن شي شويه. فالمؤمن الحق تذكر الله دائما على كل احيانه، فتحمد هذا الله ويشكره ان مالي اللسان مالي الصحه مالي المال مالي الجاه غافلين عن الدور ديالهم في الحياه الدنيا. وقال الحمد لله الذي وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. شحال من واحد تقيسوا شي حاجه صغيره اللي تذكروا قال يبدلوا اللي تفضوا وتتصيبوا لك تيسب ويعرق ويلعن وكل شيء. هذا مشى ليه يديه ورجليه وعينيه وودنيه، ورغم ذلك قال لك: وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على تحمل البلاء صابرا. فعباد الله بهذه المفاهيم ماشي كل صحيح راتي تعتبر فيه نعمه، وماشي كل مريض راتي تعتبر فيه نقمه، وماشي كل حي راتي تعتبر فيه نعمه، وماشي كل ميت تعتبر فيه نقمه. إلى ذكرنا عباد الله أن هذه الدنيا هذه ماشي هي نهاية المطاف، بل هي دار ابتلاء وامتحان. عباد الله راه لسان الحال ديال هذه المخلوقات سينطق باسم من أسماء الله الحسنى إنه الضار جل جلاله. الله عز وجل من أسماء ديال الحسنى الضار. فالضر ماشي بيد الساحر لذا يخاف الناس، وكاين اللي يشري الساحر دار، وكاين اللي يشري القصر، وكاين اللي يدير لك المكانة ديالو عند أصحاب الغفلة عند الفاسقين الفاجرين مكانة كبيرة. أما المكانة ديال العلماء عند الفاسقين لا مكان له في التاريخ كله، بدءا من حكاية أصحاب الأخدود. الساحر اللي هو بغى يموت، ماشي نقولوا بغى يموت، ماشي في الإرادة ديالو، اللي قريب الأجل ديالو يجي، فإذا بيب الحاكم ديال البلاد قال لي مساد الساحر شكون اللي غادي يقد لي الامور ديالي. وحنا تنشوفوا هذا الامر هذا في التاريخ ديال البشريه، حيت من الاسلام تنتجوا للسحر وتنتجوا للشعوذه. فلهذا ماشي الساحر اللي تيضر باش نخافوا منه، لان الله عز وجل قالنا في سوره البقره وهو يصحح لنا المفاهيم: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ولا هم بضارين به من احد الا باذن الله. ماشي السحر اللي فيه ضر، وانما الضار هو الحق سبحانه وتعالى، النافع هو الحق عز وجل. وتبقى هذا الشيء اللي في الدنيا كلها ما هي الا اسباب. فلهذا بهذا الاسم هذا تصح الموازين. والموت ماشي بيد الافعى، نقول قتلاته اللفعة، ماشي اللفعة اللي قتلته ولا السم اللي قتلو، وإنما بحكم أن السم راه كاين دفعة، إن إذ السم لا يقتل، والسم ما تيضرش بنفسه وإنما هو ضد الله سبحانه وتعالى، وما السم إلا سباب مسخر لا يصدر منه إلا داك الشيء اللي تسخر ليه هو. وجملة ذلك بالإضافة للقدرة الأزلية. فكما أن الحاكم حاكم ديال البلاد حتى يوقع بستيلو إما بكرامة أو عقوبة ما تيتشافش الضرار والنفع بستيلو، يقول الله إلا داك ستيلو راه ضريف هو اللي عطاني هاد المكانة العالية، أو داك ستيلو ما مزيانش هو اللي سقطني، أو مثلا تلميذ جا وصاب صفر عنده ولا صاب شي نقطة ولا شي حاجة، يقول هاد ستيلو ما مزيانش. ماشي ستيلو، ستيلو محرك في يد هذاك اللي تيكتبو وهذاك اللي تيكتب مسخر من قبل الحق سبحانه وتعالى. باش نربطو الامر كله، لان اللي دار يديه والصباع والقوه والعضلات في يد هذاك الحاكم
ثم اتسبت الحاكم بستيلو فماشي ستيلو اللي من تنسبو اما الكرامة واما العقوبة وما تنسبوهاش للحاكم وانما تنسبوها للاصل الاول اللي اعطى القوة لهذاك الحاكم ثم منع ذلك اللي سخر داك ستيلو في يد الحاكم. فهنا تنشوفوا عباد الله انه الله عز وجل عنده هو كل الامر من قبل ومن بعد ولا شر إلا وهو بإرادته فهو المقدر للضر من أراد وكيف ما بغى إما تيفقروا وإما تيمرضوا على مقتضى ديال الحكمة ديالو فهو المقتدر لكل شيء وهو وحده المسخر لأسباب الضر. فإذا صار الدار جل جلاله شي واحد بضر واحد من جوج مادام الدنيا ليست هي نهاية المطاف إما داكشي اللي صاب الإنسان سواء ذكر او امراه بالضر اما بسبب بلاء باش يكفر الذنوب مصداقا لما جاء في الحديث الصحيح لتروي ان الامام احمد والبخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من عصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه مشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. هذا المسلم ماشي الكافر. فبالنسبه للمسلم اي حاجه صابته في هذه الدنيا الا وتجعلها لله عز وجل سبب باش تيمشي يمحي ليه شي ذنوب اللي كان دارهم. فعلى الانسان المؤمن باش يصبر على داك الشيء اللي تيصيبه من سوء فتقد يكون كثير السيئه ديالو اللي اقترف. تيقول سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه حيت نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به. تيقول جيت عند الرسول الكريم وقلت لي يا رسول الله كيفاش الحال بعد هذه الايه هذه؟ قال لي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر واش ما تتمرضش واش ما تصيبكش مصايب؟ قال لي واش ما تينالكش الاذى؟ قال لي هي واش ما تصيبكش الهم؟ قال لي هي. قال لي ذلك مما يجزى به العبد. هذا الاول الى قصدك شي ضر اما تيكون واحد الابتلاء واما تيكون اما بلاء واما تيكون ابتلاء باش يرفع الدرجات ديالك انت عندك. لهذا تنصب الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولكنه اشد ابتلاء من غيره من الانبياء والرسل ومن البشر جميعا. علاش؟ لان بدك الابتلاء اللي تنصب الله عز وجل ترفع الله سبحانه وتعالى درجات. فالضر اللي تقيس الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يرفع الدرجات. فهذا الضر اللي تيصيبنا اما تكفر الله عز وجل به الذنوب واما ترفع به الدرجات. فهو سبحانه وتعالى اللي هو تيقدر الضرر على العباد وتينفذو على اليد ديال الاسباب وهو الحكيم في الفعل ديالو الرحيم في الحكم ديالو. فان قدر ضررا فهو المصلحه الكبرى وإلى قدر مرار فهو الدواء النافع في العاجله والاجله. فيا عباد الله راه الاسم ديال جلال الدار هو من الصفات الفعليه وهو تيدل على التمام ديال المقدوره ديالو سبحانه وتعالى. فلا ضر ولا شر الا بالاراده ديالو سبحانه وتعالى مصداقا لقوله تعالى من سوره النساء قل كل من عند الله. ولكن في الاداب حق الله سبحانه وتعالى انه العبد ينسب الشر لنفسه وينسب الخير لله عز وجل كما جاء في قوله تعالى في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقدموا الأنبياء عليهم السلام بهذا الأدب هذا مع الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام في سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين. ماشي هو اللي مرض الخضر. شكون اللي تيمرض؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن تأدبا مع الله عز وجل ما قاليش إلى مرضتيني أسد ربي أنت اللي تشفيني. قال وإذا مرضت فهو يشفين. وكما حكى لنا القرآن عن قول الخضر لموسى عليه السلام على السفينة اللي شدها الخضر وبدأت يتقب فيها. فحيث ثمن موسى عليه السلام علاش تتقب فيها؟ قال لي فأردت أن أعيدها. مع العلم ان هذا الفعل اللي قام به الخضير ماشي منه هو وانما من الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى وما فعلته عن امري. ولكن تادبا الله عز وجل ما تنسبوا ليه الشر وانما تنسبوه للفوز ديالنا
وسيقول الحق سبحانه وتعالى مبينا أنه الفعال لكل شيء في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن هنا تضح لنا عباد الله أن الدار هو اللي تصدر منه الضر، إما بالواسطة ديال الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا الجمادات ولا المخلوقات والكائنات ولا بغير واسطة. فما تظنوش أن العقربة ولا الحرش هما اللي تيقتلوا بالسم ديالهم بالسموم، أو هذوك الفيروسات والميكروبات هي اللي تتعطي الأمراض بنفسها، ولا أن الجوع هو اللي تيقتلك براسه، أو أن شي حاجة من هذه المخلوقات هي قادة على الشر ولا قادة على الضر بنفسها. بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا داكشي اللي تسخرات لأجله. وما أسباب الضر إلا قلم القدرة، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. لهذا أخي الركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد. وهو القائل في محكم كتابه في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، هذه آية عظيمة عباد الله، تثبت الإنسان المؤمن في وسط هذا الكون هذا، بدل ما يكون واحد النغمة شادة خارجة على هذا الكون ويعيش الشقاء الدنيوي والعذاب الأخروي. كيفاش هذه الآية هذه تثبت؟ كيفاش هذه الآية هذه تعتبر دواء شافي كافي وافي؟ الجواب على ذلك نستمع إليه في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إليك الله سبحانه وتعالى، نزلنا القرآن باش ما نشقاوش، نزلنا القرآن باش نسعدو، نزلنا القرآن وقال في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. نزل القرآن باش نداوى من جميع الأمراض الحسية والبدنية. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتعالوا بنا لهذه الآية الكريمة باش نعقلوها ونوعوها بقلوب ديالنا، وشوفوا كيفاش إنها تعتبر شفاء لجميع الأمراض ديالنا، جميع المشاكل ديالنا، جميع ما يوجد في هذا الكون، وهي اللي تتحلنا النور إلى حولنا باش نتدبروها. فيا عباد الله، تقول الله عز وجل في محكم كتابه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالإنسان في هذا الكون بدل ما يكون نغمة شادة خارجة عن النظام ديال هذه الدنيا، إما بواحد فرح مبالغ فيه أو واحد حزن متجاوز بالحدود ديالو. فيا أيها الإنسان المؤمن، كنت ذكر أو أنثى، غني أو فقير، سليم جسم أو مريض، تخصك تعرف أن كل ما أصاب من مصيبة في الأرض من المجاعة ولا الأسد ديال الزروع ولا الثمار ولا غير ذلك، ولا في أنفسكم من الأمراض ولا موت الأولاد ولا غير ذلك، إلا في كتاب، معنى في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، معنى من قبل ما تخلق الأنفس. وبهكا تتبين أن كل شيء كائن بالقضاء ديال الله عز وجل والقدر دياله. فهو سبحانه وتعالى تيخبر عن القدر دياله السابق في الخلق دياله قبل أن يبرأ البرية، وتقدير كل شيء الشهادة والإثبات دياله في كتاب. وخارج شراء صعيب على العباد فهو على الله يسير. فالعلم دياله سبحانه وتعالى ديال الأشياء قبل الكون ديالها، والكتابة دياله لها طبق داك الشيء اللي غادي توجد به في الدنيا في حينها، هو سهل على الله عز وجل، لأنه تعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
وهنا تنوقف واحد الوقفة ونرجع لواحد التاريخ ديال العرب المسلمين اللي ينادوا الحكام الظلمة وتقتلوا وتشربوا الشراب وتفسكوا وتيديروا جميع المناكر وتيقولوا حنايا داخلين في القدر ديال سيدي ربي، ما عندنا ما نغيروا، ما يمكنناش نديروا هذا. لا، راه الله عز وجل غادي يحاسبهم وينتقم منهم، ولكن تيبتلي الله عز وجل بهم وحد الاخرين. واش غادي يغيروا المنكر؟ واش غادي يجهروا بالحق؟ واش غادي يخافوا على ارواحهم؟ واش غادي يخافوا من الضر ديال الحكام ولا ماذا؟ فلهذا تيخصنا باش نقدر الامور وما نضرو ليهاش واحد النضره ونقولوا الا كان هذاك الحاكم تيكتب بالسيلو، فالسيل ماشي اللي تنسبوا الضرر وما ينسبوش حتى الحاكم، لان الله اللي اعطى العضلات كل شيء. غادي يقول لك الحاكم راه الظلم اللي تندير هنا في البلاد راه تشم الله عز وجل، تنقول لا، لان الله عز وجل بين لك بماذا تحكم وكيف تحكم وما هي الوتاره التي تكون معك، وتركت هذا واتبعت هواك غادي تعاقب، وهذوك اللي تيشوفوك ما تغيروش غادي تعاقبوا. فلا بد ان نرى الدين الاسلامي بواحد النظره شموليه متكامله. فهنا تقد يتساءل الشخص وتيقول علاش سيدي ربي كتب هاد الشهادة وخبرنا به قبل ما يوقع ان فلان الفلاني اللي غادي يكون في سنة 4000 ميلادية غادي تولد كذا وغادي يعيش بكذا وغادي يموت بالطريقة الفلانية، علاش خبرنا سيدي ربي سبحانه وتعالى؟ فيأتي الجواب من الحق سبحانه وتعالى الذي يريد لنا ان نعيش سعداء في الدنيا بلا الغاز بلا رموز، كل شيء واضح عندنا. فيقول لنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي حتى باش ما تحزنوش واحد الحزن غادي يطغيكم على ما فاتكم من الدنيا واللي والسعة ديالها ولا من العافية والصحة ديالها. يقول لك شي واحدة نعمة، علاش أنا غادي أنا أشنو الضرر ديالي أنا درتو باش تموت نعمة؟ لا، هنا تعطيه الجواب سيدي ربي تيقول ليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي باش ما تحزنوش واحد الحزن يطغيكم على داكشي اللي فاتكم من الدنيا والسعة ديالها ولا من العافية والصحة ديالها ولا من كل حاجة تترغبوا فيها في الوجود ديالها وتتبغيو باش ما تفوتكمش ولا تفرحوا واحد الفرح ديال المختار الفخور بداكشي اللي عطاكم الله عز وجل، وتفخروا على الناس بما انعم الله به عليكم، رغم ان كل شيء ماشي بالسعي ديالكم ماشي بالجرى ديالكم ماشي بالتصور ديالكم، وانما هو عن قدر الله ورزقه لكم. فلا تتخذوا نعم الله اشرا وبطرا، تفخروا بها على الناس، فكأن الحق عز وجل تيقول راح نعلمناكم بالتقدم ديال العلم ديالنا والسوق ديال الكتابة ديالنا للأشياء قبل الكون ديالها والتقدير ديالنا للكائنات قبل الوجود ديالها، باش عرفوا أن ما أصابكم داكشي اللي صابكم راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يفلتكم منه، وداكشي اللي فلتتو منه راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يصيبكم به، وليس أحد إلا هو يفرح عند المنفعة حتى تصيبو ولا تيحزن عند المضرة حتى تنزل به، ولكن ينبغي باش يكون الفرح ديالو شكرا لله والحزن ديالو صبرا، وانما يدم من الحزن الجزاء اللي تينا في الصبر، ومن الفراغ الفرح هذاك المطغي الملهي عن الشكر. فيا عباد الله، بهذه الآية الكريمة اللي تتعتبر دواء شافي كافي اللي عقلها وآمن بها وذات الإنسان أن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث أنه ما يمكنش يوقع في هذا الكون شي حاجة إلا هو مقدر مبلاني محسوب حساب في الكيان دياله هو لا مكان فيه المصادفة. ما نقولوش لواحد كون درتي هذه لو كان وقعت هذه، ما كاينش لو كان وقعت، فنقول قدر الله وما شاء فعل. درتي الاسباب قدر الله وما شاء فعل، ما درتيش الاسباب عاود حسب راسك ورجع باش غادي تاخذ بالاسباب، لان اللي ما خدش بالاسباب غادي تحاسب عند الله عز وجل، غادي تقول قدر الله وما شاء فعل. فهنا ما نقولوش المصادفه ولا شيء فيه جزاف، وقبل خلق الارض وقبل خلق الانفس كان في علم ديال الله عز وجل الكامل الشامل الدقيق كل الحادث غادي يظهر للخلائق في الوقت ديالو المقدر، لان في علم ديال الله عز وجل ما كاينش عند سيدي ربي الماضي والحاضر والمستقبل، هاد الحدود هادي
ديال الزمان ديال المكان البلاصه الفلانيه ولا الفلانيه ما عندش غير ربي سبحانه وتعالى، لان الاراده ديالو مطلقه والعلم ديالو مطلق. هادشي هذا عندنا حنايا باش نميزو هذه فات وحنا في الحاضر وغنشوفو المستقبل. فالله عز وجل حنا لا نملك ادراك المطلق الا في شي ومضات تتصل فيها ارواحنا بذلك المطلق بواحد الطريق غير الطريق الذي اعتدناه في ادراك الاشياء. فاما الله عز وجل فهو الحقيقه المطلقه اللي تطلع جمله على هذا الوجود بلا حدود ولا قيود، هو اللي فيه يعرف هذا الشيء اللي في الكون كله وما يقع فيه من احداث واطوار منذ نشاته الى نهايته، كائن في علم الله جمله لا حدود فيه ولا فواصل من زمان او مكان، ولكل حادث موضعه في البلان اللي درس ربي سبحانه وتعالى الكل المكشوف العلم الله عز وجل. فكل مصيبه تتوقع في الارض كلها ولا في الانفس ديال البشر هي في هذاك الكتاب الازلي قبل الظهور ديال الارض، قبل الظهور ديال الانفس، الصوره ديالها اللي ظهرات بها والقيمه ديال هذه الحقيقه هذه اللي تيخص يتصورها العقل وما تيخصش يتصور شي حاجه الا هي. وهكا تكون القيمه ديال هذا الشيء هذا في النفس البشريه، تتلوح في وسط هذيك النفس السكون والطمأنينة. لاش نتقلق؟ تنعرف راسي هذاك الكلو اللي متقوب غادي مولاه يكراني شي حاجة مثلا، تنعرف هذا الكون اللي دار سيدي ربي البلان ديالو وصوبو وصببو اش يوقع فيه، لاش غادي نحزن انا وكل حاجة قدرها سيدي ربي؟ نحزن ونخاف وندم الى فرط في الاسباب، اما الى درت داكشي اللي عرفي سيدي ربي وخرجت النتيجة على غير داكشي اللي طلبت فهذا ما مطلوبش مني انا وما غاديش يحاسبني عليه سيدي ربي سبحانه وتعالى. بهكا الانسان ما تيكونش فواحد الجزع مهلك وما تيكونش فواحد الفرح اللي تيفقد به الاتزان، فاتساع ديال الافق ديال النظر والتعلق بالله عز وجل، وتيولي الانسان تيتعامل مع الوجود الكبير وتصدر هذا الازلي الابدي واحد الرؤيه ديال الاحداث والمواضع ديالها المقدره في التصميم ديال هذا الكون. كل شيء هذا الشيء هذا تيجعل النفس عند الانسان افسح واكبر واكثر ثباتا ورزانة في المواجهه ديال الاحداث العابره، حتى تكشف الوجود الانساني، الوجود الانساني وهي تدوز به في واحد الحركه ديال الوجود الكوني. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة واش غيراتو شي حاجة؟ الكفار تيضربو ويهلكو تيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ماشي تيبان التغيير ديالو من خلال شي حاجة اللي قصو، ما تيأثر فيه داك العالم الخارجي، بل هو اللي تيأثر في العالم الخارجي لأن عرف الدور ديالو في وسط هذا الكون. فيا عباد الله راه الإنسان تيخرج وتتسخفو الأحداث حتى ينفصل بالداس ديالو على هذا الوجود، وتتعامل مع الاحداث كانها شي حاجه دايزه عارضه تتصدمو، هو وجود صغير. اما حيت يستقر في الشعور ديالو والتصور ديالو ان هو والاحداث اللي تتمر به وتتمر بغيره والارض كلها تتعتبر بحال هذيك الحبيبات ديال الرمله في الجسم الكبير اللي هو هذا الوجود، وان هاد الحبيبات اللي هي الكره الارضيه ديالنا وحنا اللي فيها في الموضوع ديالها في التصميم الكامل الدقيق لازم بعضها البعض، وان هادشي كله مقدر مرسوم معلوم في العلم الله عز وجل المكنون. حتى يستقر هادشي عباد الله في التصور ديالنا والشعور ديالنا فهنا تنحسوا بالراحه والطمانينه المواقع ديال القدر كلها على السواء، فما تيقيسناش شي اساء اللي هو تيؤدي بنا في الزلزال ولا شي فرح تيؤدي بنا الذهول والاستخفاف، ولكن تنمضيو مع القدر ديال الله عز وجل في الطواعيه وفي رضا رضا ديال العارف المدرك ان ما هو كائن هو الذي ينبغي ان يكون. ورحم الله من قال رب الخلائق منك النفع والضرر انت الحكيم على الاحسان مقتدر. اما الحظ ديالنا من هذا الاسم جليل اننا اي حاجه صابتنا بعد ما ناخذ الاسباب تسنرضاو بها، اذا كانت نعمه نشكر الله عز وجل عليها، اذا كان دور نصبروا على هذا الدور لان اما غادي يغفرنا الله به الذنوب واما فعلنا به الدرجات، ثم ما نخافوش من البشر ولا من المخلوقات فماشي هي اللي بيديها الضر ولا النفع وانما الضر بيد الضار جل جلاله. فنسال الله عز وجل ان يسكب في قلوبنا ايمانا يقينيا حتى نعلم انه لا ضار الا هو سبحانه وتعالى ولا
نافعة إلا هو سبحانه وتعالى، فبيده النفع وبيده الضر، فهو المعطي وهو المانع وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خسأته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم يا رب الأرباب، ويا من إذا دعي استجاب، إنك ترى وتعلم ما يحدث لعبادك المؤمنين في الأرض. اللهم إن كان بتقصير منهم فتجاوز عنهم وانصرهم نصرا مؤزرا، فإنه لا ناصر إلا أنت ولا معز إلا أنت. اللهم يا رب الأرباب، خذ بأيدينا في المضايق واكشف لنا وجوه الحقائق حتى نعلم أن لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك. اللهم أصلح أمير وملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.